السلام عليكم، معكم علي. أهلا وسهلا بكم درسا جديد. إذا كنت أول مرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. نتعلم في هذا الفيديو عن الأفعال الناقصة should, ought, to. بالفقرة الأولى نتكلم عنها، بالفقرة الثانية نتكلم عن would, used, to. الحين برجع على الدروس الماضية من الأفعال الناقصة، أخذنا أكثر من فيديو شرحنا فيه عن الأفعال الناقصة وأهميتها في اللغة الإنجليزية، لأنها تكرر كثيرا عند الكتابة أو الحديث، ومن الضروري جدا أن أتعلمها وأعرف كيف أستخدمها بشكل صحيح في اللغة الإنجليزية. أول استخدام to express obligation، لنعبر عن الإلزام أو الإجبار لفعل شيء ما. Everyone should be able to use a computer. يتوجب أو يجب على كل أحد أو كل شخص أن يكون قادرا على استخدام الحاسوب. لاحظ دائما كما قلنا فيديو سابق، بعد الأفعال الناقصة نسميها modal verbs، الأفعال الناقصة يأتي الفعل بصيغة المصدر. مصدر أفعال الكون ما هو؟ be. لا نستطيع أن نقول everyone should is. دائما بعد الأفعال الناقصة، بعد should، بعد must، بعد have to، إذا نستخدم الفعل بصيغة المصدر. Everyone should be able to. لاحظ التركيب هذا، able to قادر على، بمعنى can يستطيع. لكن لا نقول everyone should can. دائما بعد الأفعال الناقصة نستخدم التركيب هذا، be able to، يكون قادر على. لا نقول everyone should can، يجب على كل شخص يستطيع. لماذا؟ لأن باللغة الإنجليزية لا يأتي فعلين ناقصين مع بعض. Everyone should be able to use a computer، أن يستخدم حاسوب. You really ought to apologize، حقا ينبغي عليك. Apologize تعتذر. إذن ought to بمعنى ينبغي أو يلزم. إذن أول استخدام لنعبر عن إلزام لفعل شيء ما. الاستخدام الثاني to give advice، لنقدم نصيحة، نعطي نصيحة بمعنى نقدم نصيحة. نعرف advice advice CE advice SE. advice noun اسم بمعنى نصيحة، advice ينصح. إذا لاحظ SE verb، إذا فعل، بينما الكلمة الثانية CE بمعنى نصيحة اسم. You should learn to drive، يجب عليك أن تقود. You should learn to drive، يجب أن تعلم يعني كيف تقود أو تعلم القيادة. We ought to be more tolerant of other cultures، ينبغي أن نكون أكثر تسامحا مع الثقافات أو مع الحضارات الأخرى. إذن مع الثقافات الأخرى. إذن لاحظ tolerant متسامح، لاحظ to be، لا نقول to are. دائما بعد الأفعال الناقصة وبعد to نستخدم الفعل بصيغة المصدر، ومصدر أفعال الكون كما قلنا دائما be. إذن الاستخدام الثاني لنعبر عن نصيحة أو نقدم نصيحة لشخص ما أو لمجموعة ما. انتبه لهذه الملاحظة. We prefer shouldn't to oughtn't. المضيف not يفضل يستخدم shouldn't على oughtn't to. You shouldn't spend so much time reading her stories. يتوجب ألا تقضي وقت كثير جدا على قراءة قصص الرعب. You shouldn't هي اختصار لي you، هي اختصار لي should not spend so much time reading horror stories. لاحظ read
read يقرأ، المنضيف ing تصبح جيراند، إذا اسم فاعل قراءة، إذا reading إذا قراءة. أيضا استخدام الآخر to suggest changes in the present situations، يعني لنقترح تغييرات أو تغيرات في الوقت أو في الموقف الحالي. إذا صار عندنا موقف معين نعمل بعض التغييرات، نستخدم should or ought to. They shouldn't play loud music all night. يتوجب ألا يشغلوا الموسيقى العالية طوال الليل. We ought to turn our music down. ينبغي أن ويتوجب أن نخفض صوت الموسيقى. إذا كان عندنا تغييرات في موقف معين نستخدم should ought to. We use shouldn't or tend to plus يعني زائد perfect infinitive to express regrets about the past. إذا نستخدم shouldn't يجب ألا أو ينبغي ألا والمضارع التام لنعبر عن أسف في الماضي. I shouldn't have asked him to do it. يجب ألا سألته أن يقوم بذلك. يعني شيء تأسف عليه في الماضي أستخدم shouldn't. I should have chosen the school more carefully. كان يتوجب علي أن أختار المدرسة بأكثر حرص أو بعناية أكثر. إذن shouldn't have asked يعني كان يتوجب علي ألا أسأله أن يقوم بذلك. إذا شيء عملته في الماضي وتأسف عليه أستخدم shouldn't or tend to. بهذه الفقرة نتكلم عن would use it to. We use them نستخدمهم يعني to talk about نتحدث عن things أشياء that happened التي حدثت regularly بانتظام in the past في الماضي and no longer happen now ولم تعد تحدث الآن. يعني شيء كان يحدث بانتظام في الماضي لكن لم يعد يحدث الآن. No longer نحفظها لم يعد. We used to drink coffee but now we have tea. إذا تعودنا أن نشرب القهوة لكن الآن نشرب الشاي. I would often read to my son or child. يعني كنت غالبا أقرأ لي ابني. I don't read to him anymore. لكن لم أعد أقرأ له الآن. إذا شيء كان يحدث بانتظام في الماضي ولم يعد يحدث الآن نستخدم would used to. Would only يعني نستخدم would only فقط يعني to talk about activities نتحدث عن نشاطات يعني action أو نشاط نقوم به. Used to اعتاد على نستخدمهم عن نشاطات ومع state يعني النشاطات والحالات يعني الشعورية أو العقلية أو هكذا. إذن would فقط نستخدمهم عن نشاطات نشاط حركي بينما يكون عندنا نشاط ساكن أو عقلي أو شعوري ممكن نستخدم used to. ويوز تو نستخدمها مع النشاطات ومع المشاعر أو الحالات الساكنة بدون حركة. At school we would play football every day. في المدرسة نلعب كرة القدم يوميا. At school we used to play football every day. في المدرسة تعودنا نلعب كرة قدم يوميا. إذا هنا كنا نلعب كرة قدم كل يوم تعودنا نلعب كرة قدم كل يوم. إذا لاحظ هنا استخدمنا would مع نشاط أيضا used to مع النشاط. إذا كما قلنا would نستخدمه مع النشاط used to مع النشاط ومع حالة يعني ما فيها نشاط سكون أو مشاعر وهكذا. He would sit in front of TV all day. إذا كان يجلس أمام التلفاز طوال اليوم. He used to sit in front of TV all day. اعتاد أن يجلس أمام التلفاز طوال اليوم. إذا used to would sit. إذا هذا نشاط
used to be very slim when I was young. اعتدت أن أكون نحيف جدا عندما كنت شابا. لاحظ نحيف ليس نشاط إذا استخدمنا used to. لا أقول I would be very slim. إذا نستخدم I used to be دائما بعد to كما قلنا نستخدم be بصيغة أو نستخدم فعل الكون بصيغة المصدر بدون أي إضافة. لاحظ أيضا he used to sit. لا نقول he used to sit ضيف s المفروض الغائب. لماذا؟ بعد to دائما كما قلنا نستخدم الفعل بصيغة المصدر بدون أي إضافة، بدون ing، بدون ed، بدون s، بدون أي إضافة. إذا هذه ليست نشاط إذا استخدمنا used to. He didn't use to be as fit as he is these days. إذا لم يعتد أن يكون بنحافته في هذه الأيام. يعني أول مرة بيكون نحيف بهذه الطريقة في هذه الأيام. إذا لاحظ عندما أريد أن أنفي use it to أضع did not عندئذ أحذف الاس. He didn't use to. خلاص did هي تشير على الماضي ويوز رجعها على المضارع. إذا تصبح he didn't use to. لا أقول used to. إذا نحذف الدين. لاحظ use to اعتادة. إذا وضعنا didn't تصبح he didn't use to. لم دائما كما قلنا نترجم didn't لم. لم يعتد أن يكون. إذا لم يعتد أن يكون. إذا دائما would استخدمه مع النشاط، used to مع النشاط ومع الحالة الساكنة أو المشاعر وهكذا. إذا بهذا الشكل تكلمنا عن should أو to بالفقرة الأولى. الفقرة الثانية تكلمنا عن would use to. أخذنا العديد من الأمثلة والملاحظات. من المهم جدا تعلم الأفعال الناقصة لمعرفة كيف استخدمها، بالتالي أستطيع أن أكتب بشكل أفضل وأتحدث بشكل أحسن. أتمنى قدمت شيء للفائدة. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون الاشتراك بالقناة ووضع لايك للفيديو. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.